السلام عليكم. طبعا يا شباب احنا نزلنا قبل 6 ايام العرض هذا حقه الشاشات الريد ماستر رام 8 ذاكره 128 جيجا. طبعا هذه اول شاشه بنركبها، ركبناها على اكورد هوندا اكورد 2019 2020. طبعا ركبناها مع الديكور، هذا الديكور طبعا ما شاء الله، طبعا على نفسها فيها شلو كالا بدون تجريح بدون ترهيم بدون اي شيء. طبعا برضو تحكم الدركس شغال معانا، علامه البيبان شغاله معانا، كل شيء شغال معنا ما شاء الله تبارك الله. برضو هذا الان فيديوهات عالية الدقة بنشوفها الان، كذلك هذا اليوتيوب اللي بدون اعلانات تم تركيبه. في عندنا برضو برنامج التلفزيون، برضو عنده ابل كار بلاي تدعم كل شيء. طبعا هذه فل الفل، هذه اعلى المواصفات واخر ما نزل من رود ماستر. طبعا الميزة الجديدة اللي نزلت في شاشة رود ماستر ان هي تدعم شريحة بيانات، وبرضو عن طريق الواي فاي. الان شريحة البيانات تم تركيبها هنا في الدرج، وصلت هذا مدخلين يو اس بي، وفي عندنا مدخل شريحة البيانات، هذه مدخل شريحة البيانات. الآن بنشوفها ترتفع بهذا الشكل وتنفتح، تركب هنا شريحة بيانات كما تلاحظوا الآن، هذه مكان شريحة البيانات. برضو تم تشغيل اليو اس بي الوكالة، برضو الاثنين اليو اس بي اللي في الدرج. كذلك تم تركيب كاميرا خلفية، الآن بنشوف الكاميرا الخلفية، هذه الكاميرا الخلفية اللي هي الخلفية ما شاء الله تبارك الله شغالة معانا، برضه شغال حتى اليوتيوب. طبعا علامة البيبان زي ما قلت لكم شغالة. برضه في عندنا هنا قنوة التلفزيون تشتغل معنا ما شاء الله تبارك الله، تشتغل معنا كامل ان شاء الله. وبرضه كما قلت لكم ان هذه احدث شاشة نزلت طبعا من رود ماستر، اللي هي برام 8 ذاكرة 128 جيجا. بنرجع للتلفزيون نشوف يطلع معنا هذا البرنامج ماشي، بنجيب له برنامج اخر. طبعا هذا باقي معنا شغال برضو اليوتيوب اللي بدون اعلانات. ارجع الاشتراك في القناه ومتابعه كل جديد، اخوكم ابو لؤي. للطلب والاستفسار 0572923272.